السرطان الجميل الحلو ده اللي هو بيقلب برضه وبيبقى غريب جدا الحقيقه في اوقات واوقات بيبقى جميل، ما تزعليش مني. وعايزين نعرف برضه الابراج اللي بتتوافق مع السرطان. اوكي طيب، السرطان متقلبين طبعا المزاج جدا وحساسين قوي وهي حساسيتهم اللي بتخليهم متقلبين. يعني ممكن موقف صغير يقلب المود اليوم كله. يعني ما حدش واخد باله من الموقف ده، بس هو خلاص اثر فيهم وخلى مودهم اتقلب 180 درجه. دي حقيقه. عندهم يعني مشكله تانية، انهم دايما يعني ياخدوا كل حاجه ما بينسوهاش، بتفضل بيحوشوا تفضل الحاجات تتراكم. ممكن يسكت يعني ما يقولش، بس كل حاجه تتراكم عنده برضو. دي يمكن زي فيهم حته برضو من الميزان، يعني حته الحساسيه دي ان هم بيسكتوا ويخزنوا ويجي فجاه يقول لك كل، يجيب لك بقى القديم والجديد كله مع بعضه. بس الميزان بينسى. الميزان بينسى. يعني اصلا اللي هو انا فاكره انا زعلانه من عبير، بس انا مش فاكره هي عبير عملت لي ايه بصراحة. هي بعد وقت، بس انا زعلانه. بعد وقت بينسى. لكن السرطان ما بينساش خالص. طب هل الميزان والسرطان بيتفقوا ولا مش قوي؟ لا الحقيقه لا بيتفقوا كمان. يعني الا لو رقم اليوم فيه تشابه فممكن يفهموا بعض. يعني لو حد مولود يوم 2 او 11 او 20 او 29 يفهموا السرطان الى حد كبير، ممكن يتصاحبوا. اوكي. لكن مش في العلاقات العاطفيه. لا لا. يعني في الصداقه والسرطان والميزان لا. بتبقى صعبه في العلاقات العاطفيه، عشان الراجل السرطان بالذات مع مرقه الميزان، راجل السرطان محب للتملك جدا. يعني وغيور وشكاك. ومرقه الميزان ما بتحبش الخنقه خالص. يعني بتحب الحريه. فيعني ده بيخنقها تماما. أيوة. يعني وما تحبش حد يشك فيها. يعني لان هي ستريت جدا على فكره، فلو تشك فيها بتبقى مش هتعرف تكمل. الحظ بقى في برج السرطان السرطان دي. انا قلت من اول السنه ان عندهم حظ حلو قوي. بس هم الفتره دي فتره هي اللي مش حلوه الحقيقه، عشان هيقعدوا يقولوا لي انت قلتي عندنا حظ. ايوه بس الفتره دي في تقلبات. أيوة. طبيعي انه ما فيش سنه من اولها لاخرها لازم تكون حلوه. يعني هنطمع يعني. ايوه. فالفتره دي المريخ من اول يوم 27 هو لسه هيبقى فيه ضغوط. مش أيوة. مش دلوقتي يعني، بس من اول يوم 27 أغسطس هيبقى المريخ هيدخل في وضع معاكس معاهم، وهيقعد شهر ونص. اوكي. فده اللي هيبقى فيه يعني يعمل لهم ضغوط، ممكن عائلية، ممكن يبقى في الشغل عندهم ضغوط كتير، ستريس ونفسيتهم مش احسن حاجة. طب وامتى الموضوع ده هيتفك بقى؟ امتى هيبتدوا بقى يرجعوا تاني؟ هي كمان الشمس في اكتوبر برضه هتبقى في نفس الوضع المعاكس. طولين شوية سرطان. في اكتوبر، فعندهم شهر 9 و10. يعني تبتدي تفك بقى في 11 ان شاء الله. ولا هيفضلوا مكملين ممكن من كده؟ اواخر 10، من اول 23 10 هتبقى الدنيا تبقى احسن. طب ان شاء الله على اخر 10 كده نقابلكم بقى ايه بتوع السرطان. بعيدوا عننا دلوقتي. طيب ننتقل بقى لبرج العذراء. اوكي عايزين نعرف بقى برج